الجلوس إلى ضيفنا الكريم الناقد والأكاديمي والقاص الأستاذ الدكتور محمد المهدي بشرى. مرحبا بك عبر سفراء المعاني. أهلا وسهلا يا روضة، أنا سعيد للمرة الثانية بعد يكون معك، يعني شكرا مرحبا جزيلا بك. للاستضافة. مرحبا بك بروف. في الحلقة الماضية توقفنا عند الرواية التاريخية وذكرنا إنها واحدة من أشكال الرواية الرائجة القديمة والمتجددة أيضا، وإنه تبييت النية بين قوسين فيها وارد باعتبار أنها بحاجة إلى معلومات وإلى قراءة حول الحقبة التاريخية التي يعنى الروائي بالعرض لها. إلى أي حد يعول البروفيسور محمد المهدي بشرى على الرواية التاريخية في تصحيح كثير من المغلوط في التاريخ السوداني، في تجلية بعض الحقائق حول بعض الرموز والشخصيات التاريخية؟ والله هي مهمة، جنس أدبي مهم طبعا، لو كتبت يعني بجهد أقرب للتوثيق. يعني هي رواية طبعا، ويمكن تختلف عن السيرة الذاتية اللي هي شكل أدبي أو جنس أدبي مختلف. والرواية التاريخية للأسف في السودان ما مطروحة كثير، ويمكن نمازية في العالم العربي طبعا أشهر نمازية جورج زيدان، نعم معروف يعني تتذكري، وفيها نموذج عن تاريخ السودان أو جزء منه، تاريخ السودان اللي هو أسير المتمهدي اللي هو بيتكلم عن المهدي يعني، نعم وفيها ظلم كبير يعني تأكيد، اللي هي قراية التاريخ من زاوية الاستشراق، يعني من زاوية الآخر اللي هو بشوفك زي ما هو عايز يشوفك يعني. وهو يمكن في كتب أخرى سمعت زكريا فتاة القيروان، هو سجل التاريخ روائيا يعني، نعم وده كان نموذج مبكر جدا في بدايات القرن السابع عن رواية الهلال. في كتاب نجحوا يقولوا استنطاق التاريخ، طبعا في النموذج المهم جدا بتاع أمين معلوف يعني اللي هو بيكتب عن تاريخ الشرق بشكل عام، وأخذ فيه جوائز في فرنسا، معروف يعني أصبح كاتب مرموق في المجال ده. في السودان أنا أفتكر ممكن يعني في أشكال أخرى، المسرح أنا أفتكر اشتغل أكثر على التاريخ بالذات المهدي، أي نعم المهدي وحاصر الخرطوم المهدي، المسلسل التلفزيوني بتاع علي عبد اللطيف اللواء الأبيض، اللواء الأبيض، نعم. لكن في الرواية ما كبيرة النماذج، ربما لم تجد يعني، هناك من كتب عن المهدية عن اللواء الأبيض غيره، لكن ربما فنيا لم تكن بالمستوى. يعني بنرجع تاني لأنه أيا كانت مصادر المبدع أو بيقول إيه يعني المنبع الذي هو يأخذ منه لا يغني ذلك عن الشروط لا الإبداعية. بالتأكيد، لكن إذا وجدت الكاتب المبدع يعني ممكن قراءة طيب صالح ثاني كرواية تاريخية بس بعمق أكثر. نعم. لأنه طيب صالح بيقول أنا بكتب تاريخ السودان منذ حضور زعماء التصوف يعني. يعني إذا زول قرأ كتابات طيب صالح مع بعض، سميها خانجي، رحمه الله خانجي الناقد الكبير، الرواية الكبيرة، نعم بتبقى الرواية دي يعني هي قراءة لتاريخ السودان لكن من منظور الطيب صالح. نعم. اللي هي الطيب صالح بيوظف حاجة ترجعنا تاني لحاجة مهمة جدا اللي هو أسطورة الغريب الحكيم، ودي أسطورة معروفة و محققة في الفولكلور، في علم الاجتماع، في التاريخ. يعني دائما يكون في شخص غريب يفيد على الجماعة بيعمل تغيير كبير في المجتمع، يتوسم فيه إذا كان الحكمة بالتأكيد وما ورائيات كلها. نعم. The Legend of the Wise Stranger أو أسطورة الغريب الحكيم. نعم. فهي يعني ممكن القراية تماما منذ أن جاء الغريب، إذا كان متحامد، إذا كان مصطفى سعيد، إذا كان ضوء البيت بعد ذاك، كلهم غيروا المجتمع. نعم. فجروا فيه إمكانيات كبيرة، كل زول بطريقته طبعا. لكن هما متحامد متصوفة، ضوء البيت في تصوف أو جانب منه، لكن
مصطفى سعيد ممكن نقول شخص غير متصوف، او طبعا المصحف في المكتبة بالانجليزي يعني، وهو جاء بالعلم الحديث، او نقول شخص علماني لانه جاء بالمعرفة اللي اكتسبها من الغرب او من انجلترا، ويقول لك كان بيعرف الاقتصاد ومحجور، وقال هذا هو الشخص الذي يجب ان يكون وزيرا في الحكومة لانه مخلص و بيعرف وكده. نعم. وطبعا بعلمه ومعرفته غير في المجتمع كثير، وخطط وعمل له جمعية تعاونية وكده، لكن عمل تغيير برضه للمرأة. نعم. لأنه قال لك حسنى لما بعد ما مات أو غيرك أبت تتزوج عبد الرئيس، وقال منذ أن تزوجت هذا الرجل لم تعد كنساء القرية. لأنه أثر فيها وخلى عندها جرأة وشخصية تتغير. بالتأكيد. نعم. فعايز اقول الروايه التاريخيه هي جنس ادب موجوده في العالم العربي كثير، يمكن انتاجنا في الروايه برغم انه زاد الفتره الاخيره، ما بستحضر نماذج هي اشتغلت على التاريخ في الروايه. نعم. لكن كما لكن ذكرت باشكال جزئيه او الى حد اشارات. نعم اشارات. اشارات. نعم. أيوة. وانت تقدم دراستك حول الخليفه عبد الله نحو رؤيه جديده لشخصيه الخليفه عبد الله التعاشي، يعني قد ترد بالبال كثير من الأسماء، على سبيل المثال مثلا السلطان علي دينار، الزبير باشا، السلطان عجبنا، الفكي علي المراوي، وغيره من الأسماء، الشيخ فرح والتبتوك والمكنمر، غيره من الأسماء ذات الدلالات التاريخية والاجتماعية وغيرها. قد يكتب كتاب التاريخ أو محققو التاريخ عن هذه الشخصيات، أيهما أسرع في الوصول إلى الناس؟ الوثيقة التاريخية المكتوبة بشكل علمي وأكاديمي أم العمل الفني المعالج؟ أنا أتصور العمل الفني أكثر تأثيرا. نعم. يعني إذا كانت جات من خلال عمل فني محكم ومكتوب بصورة ممتعة زي السينما أو المسلسل، لأنه بيستغل أدوات أخرى، إذا كان الخيال، إذا كان الموسيقى، إذا كان الصورة، إذا كان إلى آخره، في أشكال إبداعية مختلفة يعني، قلنا فيلم إلى كده. نعم. فبالتالي تأثيره أكبر يعني. نعم. يعني القصيدة بتاعت القدال اللي بغنوها عقد الجلاد، مش بيقول لي جبنا لهم سمسم السمسم ما كفاهم. نعم. بتحكي واقعة تاريخية. أنا بفتكر تأثيره بكون كبير برضو. صحيح. أكثر، لكن ده لا يغني عن المناهج، عن الكتب التاريخية. طبعا طبعا. لكن إذا أراد المبدع بكافة أدواته توظيف التاريخ برضو نمشي للتوظيف، بالتأكيد الأثر أكبر. هل من شروط معينة على المبدع المعين سواء كان كاتب للقصة أو كاتب للمسرح أن يلتزم في التوظيف التاريخ؟ يعني الخيال يدخل عادة في توظيف الأسطورة كما تحدثنا في الحلقة الماضية، وتوظيف التراث إلى آخر ذلك. هل يصلح توظيف الخيال أيضا في هذه في النوع هذا من الاعمال التاريخيه؟ ما هو اذا ام انه أصلاً مقيد بالحقيقه وبالمعلومه؟ هو مقيد الى حد ما. نعم. لانه اذا بكتب روايه هو بعدك مسؤول منها، يعني الروايه بتقوم على الخيال، الروايه هي فيكشن. نعم. كتابه تخيليه، لكن اشاراته للتاريخ يجب ان تكون دقيقه، يجب ان تكون صادقه. لكن انا ما بقرا كمصدر للتاريخ. نعم. لكن بتديني تاريخ، فبالتالي لانه يعني الكاتب هو قد يلتقط مشهد ما او شخصيه زي المكنمر يعني. نعم. يعني بالتاكيد المكنمر والمذبحه اللي حصلت وحريقه دفتردار، وتكلم عنه كثير في الشعر وغيره، لقطه او لحظه تاريخيه مهمه جدا يعني، فيها بطوله وفيها كده، فيبقى الكاتب يعني زي جبيل برضو قلنا، أشيرنا في الحلقة السابقة لقصائد قيلت فيه وتحبوبة. نعم. لكن ما هي أخته في النهاية، هي بالحزن بتاعه وبلوعته بتمجيد له كبطل، غادي يقول لي واحد بيتضخم في صورته وليس بي، لكن هو التاريخ بيقول الكلام ده، فلا يعني تستطيع الاعتماد عليها كوثيقة وحيدة، لا لكن طبعا تقرأ مع مجمل وثائق أخرى. بالتأكيد بالتأكيد. نعم. لأنه الفن هو ذاته بيديني حقائق يعني في النهاية. نعم. برضو. نعم. وحقيقة موضوعية. أستاذنا. نعم. عبد الكريم الكابلي، على ذكر السيدة رقية بنت الإمام شيقة
البطل وتحبوها. نعم عبد الكريم الكابلي الأستاذ والفنان الكبير له قراءة جميلة في هذه القصيدة. الجزئية الأخيرة فيها يعني من اليمن للشام. أيوة. فهو يلتقط بعض الإشارات التي تشير إلى نعم إلى ثقافة هذه السيدة في ذلك الوقت. نعم. معرفة المديح النبوي. نعم. بالتأكيد نعم. ملاحظة مهمة. نعم. وكذلك أيوة. لعله في قصيدة أخرى أيضا نسائية تصف الممدوح بأنه يعني تشير إلى بيشة. أيوة أسد بيشة. أسد بيشة. أسد بيشة المربعين. نعم. أيوة. أيوة. نعم. أيوة. فبيشة قال يعني أنا بحث في التراث أبحث عن متنبي. بيشة هل هي مكان في النهاية وجد السعودية. المتنبي في السعودية. والمتنبي ذكرها. نعم إنها هي مأسدة في السعودية. فإشارة أيضا إلى إلى الوجدان المرتبط إلى الثقافة في ذلك الوقت. والثقافة. نعم. وده المديح النبوي. لأنه المديح نشر المفاهيم دي كلها يعني. نعم أيوة. صحيح تأكيد ملاحظة صحيح. سليمة صحيح. أنا أواصل معك هذا الحوار ولعلي سأنتقل إلى النقد. وأنت يعني ناقد لديك كثير من الأبحاث والقراءات والرؤى حول الواقع الثقافي السوداني. قبل أن أقف معك عند بعض المحطات إلى أي حد كبح الناقد محمد المهدي بشرى القاص والمبدع فيه يعني صعب جدا وهي حالات قليلة أن يجمع المبدع بين كونه مبدعا وناقدا لأن عين الناقد دائما لا تستحسن لا أعمال الشخص نفسه ولا أعمال الآخرين يعني لا هي ما صعبة لزول متمكن يعني نعم ومعروف التجربة طبعا محمد عبد الحي ناقد ومبدع محمد علي محمد عبد علي تجاني يوسف بشير صلاح أحمد إبراهيم يعني كثيرين في السودان نجحوا في الثقافة عموما تي اس اليوت الشاعر كبير الناقد يعني نعم فهي يمكن زمن طبيعة الثقافة الإيقاع بتاع السودان أو طبيعة المهنة بعد ذلك الزول بيقى أكاديمي نعم بالتأكيد لأنه يعني دي بتحتاج لمراجعة بتجيب مرجع وبتدرس صحيح لكن الإبداع أكثر أنا ما أعرف القصة القصيرة أو الرواية هل عادة تكون راضي عن النصوص التي تكتبها أول والله ما كثير طبعا هذا ما قصدته يعني هاي لا بالضبط يعني بيبقى الواحد لكن طبعا من الصعب الزول ينقد نفسه صحيح مش كده صحيح يعني الواحد ما 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 بيشوفه ما. نعم فيمكن الواحد بطبيعة كما ذكرت يعني المهنة أو أنه ده مش عايز اقول لك اقرب اسهل بالتاكيد مش اسهل يعني على اطلاقه يعني نعم. بس ما انت عندك كتب تدرسها روايات قصص بتقعد مراجع غيره يعني لكن العمل الفني انت بتعرف الكلام ده يعني نعم عايز صبر اكتر وجهد من نوع وعايز انفعال اكتر صحيح عايز استرخاء اكتر نعم مش كده يعني ممكن اقول لك والله في مؤتمر بعد يومين عمل لي دراسه عن قصائد الروضه واجيب الدواوين بكتب يعني وعمل دراسه نعم لكن نعم. بالعكس في روايه بكتب فيها 10 سنين يعني صحيح بالتاكيد في مشكله لكن في ناس نجحوا في كسر هذا الطوق يعني نعم انا بالعكس شاعر كبير وناقد كبير صحيح حمد. صحيح بعض المهتمين والمراقبين للحركه الثقافيه السودانيه ينظرون الى المناهج النقدية الحديثة في السودان بأنها تعاني من أزمة ما سنتوقف عند فاصل ثم نواصل هذا الحوار من ذات هذه النقطة تابعونا أيها الأصدقاء عقب هذا الفاصل القصير